السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. سماحة الشيخ ياسر الحبيب، ما هو رأي الأئمة المعصومين عليهم السلام من جميع ثورات الطالبين في العهدين الأموي والعباسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر السائل الكريم على سؤاله. سماحة الشيخ تفضلوا. شكرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. نشكر الأخ السائل الكريم. ولدينا قبل أن نجيب على سؤاله ملاحظة فنية أو أدبية أو لفظية، ما شئت فعبر. الأخ السائل الكريم قال: ما رأي الأئمة عليهم السلام؟ وهذا التعبير أو هذا اللفظ، رغم كونه شائعا مع الأسف وجاريا حتى على ألسنة بعض أهل العلم، إلا أنه تعبير خاطئ، بل ومنهي عنه شرعا. هنالك حديث شريف مضمونه أن أحدا جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله مسألة، فأجابه الإمام عليه السلام عنها، فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا، يعني إن كانت المسألة بهذا النحو، أرأيت يعني ما رأيك؟ فقال له الإمام عليه السلام: ما مضمونه؟ مه لسنا من أرأيت في شيء، إنما نحدثكم كابرا عن كابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله جل وعلا. فهذا التعبير خاطئ. الرأي ما معناه؟ الرأي هو ما يمكن أن يصيب وما يمكن أن يخطئ، هو وليد تفكير ظني، فلذا لا يصح نسبته إلى الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لا يجوز أن نقول رأي الإمام الصادق، كما لا يجوز أن نقول رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما لا يجوز أن نقول رأي الله. هنا تتضح المسألة أكثر. قول الصادق هو قول الأئمة عليهم السلام، هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هو قول الله جل وعلا، لا يوجد أي فرق. فالصواب أن نقول: ما حكم الأئمة عليهم السلام مثلا؟ ما موقف الأئمة عليهم السلام مثلا؟ ونحو ذلك. هذه مجرد ملاحظة أدبية أو لفظية فنية أيا تكن، ولعلنا نحن من أكثر الجهات التي تحرص على أن تقوم اللسان بما يجعل ألفاظنا وأدبياتنا لا تخرج عن الأطر الشرعية المحددة.
تلاحظون مثلا نحن نستنكر أن توصف طائفة أهل الخلاف بوصف أهل السنة، نقول هذا لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأنهم واقعا ليسوا بأهل السنة، بل على العكس هم أهل البدعة كما هو معلوم، وأهل السنة هم نحن أهل السنة في الواقع، نحن المتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله. إصرار البعض على التعبير عن هؤلاء بأنهم أهل السنة قد يعرضه للمساءلة يوم القيامة، قد يأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويحاسبه، قد يحرمه من شفاعته مثلا، نعوذ بالله، لأنه يقول له كيف نسبت هؤلاء إلي وهم ليسوا على سنتي في شيء، أنا ليس من سنتي مثلا صلاة التراويح، هذه بدعة جاء بها عمر مثلا وهؤلاء يمارسون هذه الصلاة المبتدعة، فكيف تنسبهم إلي؟ أنا لست أجيز الطلاق البدعي مثلا وهؤلاء يمضون الطلاق البدعي، فكيف تنسبهم إلي؟ أنا قلت ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، فمن هم على سنتي هم أتباع عترتي، أتباع آلي أي الشيعة، فكيف تنسب هؤلاء إلي؟ هذا أشبه ببهتان. كذلك نحن نحذر أو نستنكر أن توصف طائفة النصارى بوصف المسيح أو المسيحيون، أيضا خطأ شائع مع الأسف. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة والواقع ليسوا بمسيحيين، أي ليسوا بأتباع المسيح ابن مريم عليهما السلام. المسيح ابن مريم ما دينه؟ ما دعوته؟ التوحيد للتثليث، وهؤلاء يعتقدون بالتثليث، فكيف ننسبهم إلى نبي عظيم هو المسيح عليه السلام ونقول إنهم مسيحيون؟ لا. أيضا قد يأتي المسيح عليه السلام يوم القيامة ويحاسب من هم منا يطلق على هؤلاء الكفار أنهم مسيحيون. علينا دائما أن نجعل ألفاظنا هي ألفاظ الكتاب والعترة. الكتاب والعترة ما عبرا قط عن هذه الطائفة، طائفة النصارى، بأنهم مسيحيون، بل قالوا نصارى أهل الكتاب. كذلك القرآن والعترة ما عبروا عن طائفة أهل الخلاف بأنهم أهل السنة. لا تجد حديثا عندنا عن أحد من المعصومين عليهم السلام مثلا فيه التعبير عن هؤلاء بأنهم أهل السنة، بل أهل الخلاف مثلا ونحو ذلك. هذه مجرد ملاحظة فنية كما قلنا. أما الجواب على المسألة المهمة التي طرحها الأخ الكريم، فنقول إن الأئمة صلوات الله عليهم كان موقفهم هو موقف الإدانة لكل تلك الثورات أو التحركات السياسية التي قام بها الطالبيون ممن ادعى الإمامة، ممن ادعى أصحابها الإمامة أو تقدموا على الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا مثلا كتاب الصحيفة السجادية الذي بين أيدينا، كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا برواية مفصلة طويلة
هذه الرواية فيها حديث متوكل بن هارون يقول قال أبو عبد الله عليه السلام ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام مهدينا صاحب الاسم الخاص الذي يستدعي القيام أحد ليدفع ظلما وينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. فهذا الموقف واضح هو موقف إدانة لهؤلاء الذين خرجوا ممن ينتسب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والإمام بصراحة يقول كان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هنالك خبر آخر مروي في الكافي الشريف عن الصادق عليه السلام، وفيه الخارج منا اليوم، الخارج منا يعني منا أهل البيت بالمعنى الأعم، الخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد عليهم السلام، فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر ألا يسمع منا. يقول الإمام عليه السلام نحن نشهدكم، هؤلاء الذين ترونهم من السادة من الأشراف من الطالبيين من الهاشميين يخرجون يعلنون الثورة على الحكومة أو النظام القائم، لسنا راضين عنهم وهو يعصينا اليوم. هذا الواحد الذي الخارجي من آل محمد عليهم السلام، خارجي يعني من يخرج من يثور، اليوم يعصينا وليس معه أحد، لأنه في بداية تحركه السياسي يكون وحيدا أو معه قلة. يقول هو الآن يعصينا، يعصي الأئمة الأطهار عليهم السلام، أنا إمام هذا الزمان، أنا الخليفة الشرعي، آمره بشيء لا يمتثل لأمري، ابن عمي ولكن لا يمتثل لأمري، أحيانا أخي ولكن لا يمتثل لأمري، مثل بلية الإمام الرضا عليه السلام بأخيه زيد لا يمتثل لأمري. الإمام الرضا عليه السلام ما كان راضيا عن التحركات التي يقوم بها زيد النار، هذا سمي بزيد النار، ولكنه متمرد. فالإمام الصادق عليه السلام يحذر شيعته، يقول لا تنساقوا إلى هؤلاء أصحاب المطامع والطموحات السياسية الوصوليون الذين يركبون على أكتافكم مستغلين محبتكم للعترة الطاهرة عليهم السلام. هؤلاء يقول دققوا، اليوم هم يعصوننا وليس معهم أحد، غدا إذا نجحوا في هذه التحركات وهو إذا كانت الرايات والألوية، إذا غدا نجحوا وشفت الرايات بعد خفاقة والألوية والكتائب والجند وسيطر على الأوضاع، حين ذاك يسمع كلامنا؟ إذا هو في قلة ما كان يسمع الكلام، ما كان يمتثل، فكيف إذا صار في كثرة وصار متمكنا؟ وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر ألا يسمع منا، إلا يستثني الإمام عليه السلام من يمكن أن نقبل دعوته في الخروج أو في الثورة
من هو؟ إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه، صلوات الله على فاطمة وبنيها، الذي يكون محل إجماع الفاطميين. إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، وهو الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. ثورته مشروع، واجب الطاعة. يقول هذه هي العلامة، إذا شفتم اجتمعنا نحن بنو فاطمة على واحد، فهذا معناه أنه هو الإمام الحق الذي تجب نصرته. أما يخرج فلان وفلان، وإن كانوا سادة طالبيين علويين حسنيين أو حسينيين، فلا تغتروا بهم، خروجهم زيادة في مكروهنا وشيعتنا ومكروه شيعتنا. فهذه الروايات بالمناسبة كثيرة في هذا المعنى، أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون موقفا سلبيا تجاه هذه الثورات تجاه هذه التحركات. ولكن في مقابلها هنالك بضع روايات، بعضها صريح وبعضها فحوائي، يدل على رضا الأئمة عليهم السلام، بل وعلى استحبابهم لهذه الثورات أو لهذه التحركات. من تلك الروايات مثلا ما جاء في مستطرفات السرائر، تقول الرواية: ذكر بين يدي أبي عبد الله عليه السلام من خرج من آل محمد صلى الله عليه وآله فقال: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولوددت أن الخارجي يخرج من آل محمد وعلي نفقة عياله. الرواية الإمام عليه السلام على عكس الرواية الأولى. الرواية الأولى يقول: أي واحد يخرج منا نحن آل محمد عليهم السلام يكون خروجه زيادة في مكروهنا وشيعتنا، عليكم السلام ورحمة الله. هذه الرواية يقول عكس، يقول: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، بل إلى حد أنه يقول: لوددت أن الخارجي من آل محمد خرج، هذول اللي يسوون ثورات من الطالبين يخرجون، وأنا أتكفل بعياله ليحاتي لي يقلق، لا يقلقن على أبنائه على عياله، فأنا من أتولى أمورهم وأنا من أنفق عليهم. فما تفسير هذا التضارب؟ أولا نقول من الناحية السندية والطريقية، الروايات التي يستشم منها ثناء الأئمة عليهم السلام على هذه التحركات وهذه الثورات، أولا هي روايات قليلة في قبال الروايات الكثيرة، وثانيا هي ضعيفة بالنسبة إلى تلك الروايات الأقوى سندا والأثبت طريقا الدالة على كراهية الأئمة عليهم السلام لهذه الثورات. مثلا هذه الرواية الأخيرة الآن: ما أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد صلى الله عليه وآله، هذه مثلا في سندها السياري، مروية عن طريق السياري، وهو رجل مكذب مطعون به رجاليا. ولكن على فرض قبول هذه الرواية ونظائرها لاحتفافها بقرائن الصدق
والوثاقة. فالعلاج يكون حينئذ على نحوين، علاج هذا التعارض أو التضارب. النحو الأول أن نحمل هذه الطائفة الأخيرة، الطائفة الثانية من الروايات التي تدل على ثناء وتأييد الأئمة عليهم السلام لهذه الثورات، نحملها على أن مراد أو مقصد أصحابها هو إحداث حالة التدافع وإشغال السلطة لا أكثر، يعني يخرج خارجي من آل محمد عليهم السلام ليس قاصدا للملك، ليس قاصدا للإمامة بطبيعة الحال، لأنه إن كان قاصدا للإمامة والخلافة وأن يتسمى بأمير المؤمنين فهذا ملعون أصلا، هذا يبتز مقام الأئمة عليهم السلام، هذا خارج عن دينهم. لا، هو لا يطلب الإمامة، أي لا يدعي الإمامة الربانية، ولا يطلب حتى مجرد الملك، وإنما قصده من هذه التحركات هو إشغال السلطة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن السلطة إذا انشغلت بمواجهة الثورات والقلاقل فإنها بانشغالها هذا تنشغل عن الأئمة عليهم السلام، فتكون لدى الأئمة مساحة من الحرية أكبر في أن يتحركوا في هداية الناس. أما إذا لم تنبثق هذه القلاقل وهذه الثورات هنا وهنالك، فالسلطة تركز كل جهودها على محاصرة الأئمة عليهم السلام والتضييق عليهم ومحاربتهم. هذا علاج عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، هذا علاج يمكن افتراضه هنا، ويمكن على التدقيق أن نجد بعضا من هؤلاء الطالبيين يبدو منهم يلوح من تحركاتهم مثل هذا الهدف، أنه مجرد هدف إشغال، يشغل السلطة وتدافع مع السلطة ويقدم نفسهم يعني قربانا أو ضحية، يضحي بنفسه والأئمة عليهم السلام يكونون في راحة. الأقوى منه هو العلاج الثاني الذي يمكن افتراضه في المقام، وهو أن نحمل هذه الأخيرة، الطائفة الأخيرة التي فيها مثل قوله عليه السلام لوجدت أن الخارجية من آل محمد صلى الله عليه وآله يخرج علي نفقة عياله، ما أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي منا أهل البيت، أن نحملها على مثل ما ورد في شأن زيد، لا زيد النار ابن الإمام الكاظم عليه السلام، لا، وإنما زيد ابن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، المعروف بزيد الشهيد، زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام. زيد كما تعلمون أنا شخصيا فيه من المتوقفين مع ميلان إلى صلاحه، ورد فيه أنه لما خرج كان قصده من خروجه أنه إذا انتصر يوظف هذا الانتصار لصالح إمام زمانه فيسلم إليه مقاليد الأمر، مقاليد الحكم،
وبعبارة أخرى إنما كان قصده من هذا لا ادعاء الإمامة ولا الملك ولا أي مطمع دنيوي، وإنما توفير الأجواء أو تهيئة الأجواء التي تسمح للإمام المعصوم عليه السلام في أن يباشر صلاحياته الحكمية، يمكن له في الأرض، يمهد له. هنالك بضع روايات دلت على هذا المعنى، منها مثلا ما جاء في اللآلئ العبقرية في شرح العينية الحميرية للأصبهاني، والرواية عن فضيل بن عمر الحبال قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعد قتل زيد فجعل يبكي ويقول: رحم الله زيدا، إنه العالم الصدوق، ولو ملك، نفرض أنه انتصر في ثورته وأزاح بني أمية وهو الذي ملك، لعرف أين يضعه، لعرف أين يضع هذا الملك. هذه كناية عن أنه سيضعه تحت تصرف الإمام عليه الصلاة والسلام، لن يكون كبني العباس الذين ارتكب الشيعة كما أسلفنا في بعض محاضراتنا التاريخية السابقة، ارتكبوا خطأ تاريخيا فظيعا في شأنهم. الشيعة كانوا يئنون من وطأة بني أمية لعنهم الله، الشجرة الملعونة في القرآن، وإذا بهم يجدون أن جماعة من العباسيين وهم بالنتيجة من قرابة النبي صلى الله عليه وآله، هم أبناء العباس بن عبد المطلب، هاشميون، رفعوا لواء. هذا اللواء شعاره يا لثارات الحسين، هاي من شعارات بني العباس ترى أيضا بالمناسبة، هم الذين رفعوا هذا اللواء. وشعار آخر رفعوه يقول: نطلب الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، إنما نخرج هنا لكي نغير النظام ونجعله نظاما مرضيا عند آل محمد عليهم السلام. كثير من الشيعة ساقوا وراء عواطفهم فبايعوا بني العباس وثاروا معهم وضحوا بنفوسهم وأرواحهم ودمائهم إلى أن انتصر بنو العباس. في الأيام الأولى، لو رجعتم إلى تلك المحطة التاريخية المهمة، في الأيام الأولى كان بعض من أتباع بني العباس وممن ساندهم ونصرهم وكان معروفا بتشيعه، وكان بعضهم حتى من قادة الجند، قادة الألوية، كانوا يظنون أننا إذا انتصرنا الآن فالمطلوب هو استدعاء الخليفة الشرعي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. واحد منهم مثلا أبو سلمة الخلال، هذا أحد القادة كان في جيش العباسيين، كتب كتاب من الكوفة إلى المدينة المنورة، أوصله إلى المدينة المنورة إلى الإمام الصادق عليه السلام، إنه يلا تعال بعد، إحنا انتصرنا وتعال استلم الحكم، يعني هو إحنا ثرنا لأجل هذا الشيء. وإذا بهم يكتشفون أن الخطة كانت خطة أخرى، وأنه ما ذكر آل محمد ولا آل علي ولا ذكرت ثارات الحسين صلوات الله عليه إلا كجسر يوصل إلى الأهداف والمطامع الدنيوية والسياسية الرخيصة. أي فجأة اكتشفوا بأن الخليفة لن يكون من أهل البيت بل من مجرد قرابة النبي
بعيدة أيضا، يعني من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله من العباسيين، الخليفة من سيكون؟ من يلقب عند العباسيين بالسفاح، هذا كان أول خلفاء بني العباس، هذا صعد المنبر في الكوفة وأعلن أنه هو الخليفة، وبدأ عهد مظلم جديد فاق في ظلمه في بعض المراحل ظلم بني أمية، فانصدم الشيعة أنه إحنا إيش سوينا؟ شلون تورطنا هالورطة الكبيرة؟ شلون انسقنا بعواطفنا لهؤلاء؟ طبعا الإنسان إذا ما يحكم عقله جيدا وما يستفتي إمامه ويرجع إليه جيدا يقع في مثل هذا المطب، في مثل هذا الفخ، يستغله السياسيون باسم الأئمة، باسم محبة آل المصطفى صلى الله عليه وآله، باسم أهل البيت، بشعاراتهم، بأدبياتهم. تفاجأ الشيعة أنهم ارتكبوا هذا الخطأ التاريخي القاتل، وإذا ببني العباس يحكمون الآن، أزاحوا بني أمية صحيح، حكم بنو العباس، ولكن أول من صوبوا سهامهم إليهم الأئمة الأطهار عليهم السلام، وقتلوهم وذبحوهم واحدا تلو واحد، حتى قال شاعر الشيعة: ألا ليت ظلم بني مروان دام لنا ولم يأتنا عدل بني العباس. هذا اللي حصل. الإمام الصادق عليه السلام بحسب هذه الرواية يقول: زيد ليس كهؤلاء، زيد لو ملك لو ملك أمرا لعرف أين يضعه، لم يكن إذن مستأكلا بأهل البيت عليهم السلام. رواية أخرى جاءت في عيون الأخبار للصدوق عليه الرحمة، عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، تقول الرواية: لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون، من هذا؟ زيد النار، زيد بن موسى بن جعفر بن جعفر عليهما السلام، هذا الأخ العاق العاصي للإمام الرضا عليه السلام، كان عنده طموح وسموه زيد النار. ليش؟ لأنه بس انتصر في البصرة، سوى له ثورة هو في البصرة وملك البصرة فترة برهة من الزمن، قام يحرق البيوت، بيوت يعني العلوية، ايه، فسموه زيد النار. والمصيبة الآن مسوي له هم مقام والناس تروح تزوره وما أدري، سبحان الله، ايه، هذا يوديكم إلى النار ترى، انتبهوا يا أهل العراق. هذا الشخص وإن كان ابنا للإمام الكاظم عليه السلام إلا أنه مذموم في كل رواياتنا، لا توجد رواية واحدة تمدحه. ديروا بالكم زين، لا تنخدعوا أيضا، وهذا الجهل المتفشي، هذا سوى ثورة على أساس سوى انقلاب خلينا نقول، وحكم وبدأ يذبح بالعالم ويحرق دور العالم، ويعني أفعال لا إسلامية، يعني هذه مو من أفعال الإسلام، ليست من هاج المصطفى وآله الأطهار الكرام صلوات الله عليه. وكان ذلك في عهد المأمون، مأمون العباسي لعنه الله. المأمون انتصر عليه، دز له جيش انتصر عليه، أسروه أدخلوه على المأمون، والإمام الرضا عليه السلام كان هناك جالسا. تقول الرواية: لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون وقد كان خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العباس، وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرضا عليهما السلام. المأمون قال: أنا سأهب جرمه إليك،
طبعا هذه هم حركة سياسية من المأمون، لأنه كان سياسي ماكر جدا، لا يريد إلا أن يكسب العواطف، يريد أن يظهر بصورة الحليم الكريم الذي يعفو ويصفح ويهب جرم الناس إلى من سماه ولي عهده الإمام الرضا عليه السلام. يقول له هذا هم أخوك وأنت تولى أمره، شوف أنت اللي تحكم عليه أحكم عليه. قال له: يا أبا الحسن، لئن خرج أخوك وفعل ما فعل لقد خرج قبله زيد بن علي فقتل، ولولا مكانك مني لقتلته، فليس ما أتاه بصغير. يعني شبه المأمون زيد النار بزيد بن علي بن الحسين عليهما السلام. فقال الرضا عليه السلام: لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن علي، فإنه كان من علماء آل محمد صلى الله عليه وآله، غضب لله عز وجل فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله، ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر عليهم السلام أنه سمع أباه جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام يقول: رحم الله عمي زيدا، إنه دعا إلى الرضا من آل محمد، ولو ظفر لوفى بما دعا إليه، ولقد استشارني في خروجه فقلت له: يا عم، إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك. فلما ولى قال جعفر بن محمد عليهم السلام: ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه. فقال المأمون، الآن الرضا عليه السلام رد على المأمون وقال: لا، ماكو قياس، زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام استشار إمام زمانه واستأذن منه. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تكون المقتول، يعني تضحي بنفسك، فشأنك. هو اختار هذه التضحية. هذا وين؟ وأخي زيد النار وين؟ زيد النار هذا أخي، لا تقسه بذاك، أخي هذا عاصي، لا يستشيرني، لا يأخذ بكلامي. أما ذاك يختلف، وكان من علماء آل محمد، هذا جاهل. هذا زيد النار ترى هم كان جاهل، ما عنده علم، ما عنده شيء. فالمأمون هنا أجاب الإمام الرضا عليه السلام، قال: يا أبا الحسن، أليس قد جاء في من ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء؟ طبعا سبحان الله، وهو أنت شنو؟ أنت ما تدعي الإمامة، أنت مو قاعد بمكانك مسمي نفسك أمير المؤمنين، نفس الشيء. بس بعد سبحان الله، هذه الإزدواجية في النفسيات موجودة، أنه هو يطعن في الآخر بما هو فيه. المهم قال له: طيب هذا زيد اللي يسمونه زيد الشهيد، هذا الرجل بالنتيجة ادعى الإمامة، وأنتم أليس عندكم أهل البيت أخبار كثيرة أنه من ادعى الإمامة الله عز وجل يكبه على منخره في النار؟ فشلون يطلع هذا صالح، رجل صالح؟ فقال الرضا عليه السلام: إن زيد بن علي لم يدعي ما ليس له بحق، وإنه كان أتقى لله من ذلك، إنه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، وإنما جاء ما جاء في من يدعي أن الله تعالى نص عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ويضل عن سبيله بغير علم. وكان زيد والله ممن خوطب بهذه الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فيقول الإمام الرضا عليه السلام للمأمون: زيد بن علي ما ادعى الإمامة، ولا كان هذا قصده من خروجه،
كان أتقى لله عز وجل من ذلك. وهذه الأخبار التي جاءت في لعن مدعي الإمامة إنما جاءت في لعن من، انتبهوا، من يدعي أنه منصوص عليه خليفة شرعي، يعني يدعي إمامة دينية ثم يتولى ويضل الناس بغير علم، يمارس عملية الإضلال. ومفهوم هذا الكلام أن الذي يطلب الحكم بلا ادعاء للإمامة ولا سعي لإضلال الناس، وإنما لتنظيم أمور المجتمع مدنيا مثلا والحال فوضى، فهذا لا تنطبق عليه تلك اللعنات والمذمات الواردة في الروايات الشريفة. إذا صحت بعض تلك الثورات الطالبية فلا بد أن تحمل على أحد هذين الوجهين: إما أن يكون أصحابها غير قاصدين للملك أصلا، وإنما غرضهم هو إشغال السلطة ومدافعتها عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وإما أن يكون قصدهم الملك حقا ولكن بلا ادعاء للإمامة ولا سعي للإضلال، وأنهم لو ظفروا لعرفوا أين يضعونها، أي يقدمون هذا الملك وهذه الحكومة تحت تصرف أئمة أزمانهم إلى أئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ولكن من حيث العموم والإجمال نلاحظ أن موقف الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام هو موقف سلبي تجاه معظم تلك الثورات، بل حتى ثورة زيد بن علي، حتى هذه الثورة وشخصية زيد مختلف فيها. نعم، الرأي الأشهر الذي يكاد أن يكون مطبقا عليه أو مجمعا عليه عندنا هو أنه من الأجلاء الصالحين، وأنا ميال كما قلت لهذا الرأي، ولكن في قباله رأي آخر يستند أيضا إلى روايات قوية فيها ذم زيد، وأنه ما كان مستقيم المنهج تمام الاستقامة، وأن خطوته هذه، يعني يستفاد من تلك الآثار ومن محاورات بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام معه ورجوعهم بعد إذن ونقلهم لهذه المحاورات إلى الأئمة عليهم السلام، فكانوا يثنون عليهم. واحدة من تلك المحاورات تقريبا قال الإمام عليه السلام لمن حاور زيدا، قال: أخذته والله من فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله ولم تترك له شيئا، مضمون الرواية. يعني يقول له: أنت غلبته، عرفت شلون تغلبه في حجته، لأنه بحسب تلك الرواية فإن زيدا كان يعني يبدي موقفا معارضا للأئمة الأطهار عليهم السلام في قعودهم، كان يقول: ليس الإمام منا من أرخى عليه ستره أو ستره وجلس في البيت، الإمام منا من خرج شاهرا للسيف، يعني طالبا بالحق وكذا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فكان يحاور من قبل بعض رموز الشيعة من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام ويناظر من قبلهم، وكانوا يغلبونه بحسب تلك الروايات مرة أخرى نقول. ولما كان هؤلاء يرجعون إلى الإمام الصادق عليه السلام ويحكون له ما جرى بينهم وبين زيد، كان الأئمة عليهم السلام يقفون مع أصحابهم ويقولون: نعم ما صنعتم، يعني مضمون الروايات. فمن يعتمد على هذه الروايات
يرى أن زيدا ليس صالحا بالكلية، وهنالك من يتوقف مثلنا نحن، وهنالك من يميل إلى أحد الطرفين، أيا كان. فالقدر المتيقن هو هذا، أن معظم هذه الثورات أو التحركات السياسية أو الخروج الذي وقع من بعض الطالبيين كان مذموما من قبل الأئمة عليهم السلام، غير مرضي عنه، ما كان ضمن الخطة المعصومية إنجاز التعبير. نعم، لا يبعد أن بعضا منها كان صالحا وكان أصحابها مأذونين من قبل الأئمة عليهم السلام فيما صنعوا، وكما ليس يبعد أن يكون زيد بن علي هو أحد هؤلاء الذين أذن لهم، وأنه ممدوح لمكان هذا الإذن ولمكان أنه لم يكن يطلب السلطة لذاته بل للحق ولأئمة الحق صلوات الله عليهم أجمعين. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة.